أبارك لسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، كما أبارك لأصحاب السمو حكام الإمارات ولشعب الإمارات بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني 45، إن هذا اليوم يمثل معنى الفخر والاعتزاز والانتماء لنا جميعا، وكل عام وشعب الإمارات بخير.